أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالصحة والمال والبنين. لك الحمد أن هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هديتنا. وصلاة وسلام تامين دائمين على نبيك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا ذلك الدين القيم. بعد ما عرفنا معنى ديال الدين، وعرفنا بأن الدين انطلاقا من التعريف ديالو البسيط أنه هو اسم لكل ما يعتقده الإنسان ويؤمن به، بأنه هناك دين سماوي وأديان وضعية. دين سماوي واحد واللي من عند الله تبارك وتعالى وجاو به الأنبياء جميعا، وأديان وضعية هي من وضع البشر. وسمى القرآن الكريم عبادة الأصنام وعبادة المشركين دينا، وإحنا انطلاقا من هذا كله أمام دين الحق ودين الباطل، بدليل قول الله تعالى أفغير دين الله تبغون وله أسلم في السماوات والأرض. وهنا واحد القضية اتفقوا عليها، وهي أنه حين نقول بأن هذاك الدين بأنه دين باطل، فنحن لا نلزم أحدا بأنه يدخل في الدين الإسلام. لا، ربما هو كيعتقد بأن نحن على الباطل هو على الحق، ولكن حين نعتقد بأننا نحن على الحق على الإسلام، دين التوحيد هو الدين الحق، فنحن لا نلزم أحدا كائنا من كان بأنه يدخل في هذا الدين. هذا ندعوه ونبين له ونوضح له ونقول بأنه راك انت على الباطل، وما كاينش شي حد اللي منعنا نقولوا هذا الكلام، ما كاينش شي حد اللي منعنا نقولوه بدون سب ولا شتم ولا تشهير، ونبينوه لأن هذه مسؤوليتنا أمام الله تبارك وتعالى. نقولوا الإنسان اللي غلط يتخذ واحد الطريق ديال الخطأ، نبينه لأن هذا من حقه علينا. فإذا اعتقد غير ذلك فهو حر، اختار. ولهذا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، نبينه ونوضحه. ثم بينا بعد ذلك المعنى القيم، ذلك الدين القيم. وقلنا القيم أي مقوم لأمور الناس، لأمور معاشهم ومعاديهم، أمور معاشهم في الدنيا وأمور معاديهم غدا يوم القيامة. ثم بعد ذلك بينا بأنه كاين قراءة في الآية اللي قال فيها الحق سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ودينا قيما، أن هذا الدين هو دين القيم بامتياز، قيم الخير والجمال والرحمة والتسامح والعدل والمساواة يعني والحرية والكرامة. لا لا يعني لا تجد المعاني الحقيقية إلا في هذا الدين، لأنه دين الله لعباده، ماشي دين بعض البشر لبعض البشر، لا، دين الله لعباده. ولا تتصور هذه المعاني على حقيقتها، بمعنى ليست ألفاظا تقال، بل الألفاظ الحاملة للمعاني للدلالات، إلا في هذا الدين، إلا في هذا الدين الذي يرفض أن يصير هذا الإنسان عبدا لغيره، بل هو عبد لله تبارك وتعالى حر ولا يجوز استعباده. الخلاصة اللي خرجنا بها بعد التعريف ديال الدين والقيم، ذلك الدين والقيم، عرفنا بأن الدين القيم هو دين الإسلام. وقلنا بأن دين الإسلام هو دين التوحيد، وهو دين الأنبياء جميعا من سيدنا آدم حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء دعوا إلى الإسلام. ما معنى إلى الإسلام؟ إلى الاستسلام لله والخضوع له والسير وفق منهجه الذي جاء به الأنبياء، كما يسير الكون كله وفق منهج الله. الكون كله كيمشي وفق منهج الله، وفق قانون الله،
وفق قانون الله. ولهذا ما كاينش داك الاضطراب. حين تتامل في هذا الكون وتتفكر فيه وتتدبر فيه تجد انه يسير وفق قانون دقيق دال على وحدانيه الله، على وحدانيه الخالق. لانه لو تعددت الالهه لتعددت الاراء، ولو تعددت الاراء لتضاربت الافعال، ولو تضاربت الافعال لحدث الفساد، والفساد ممتنع بالمشاهدة. الكون ما فيهش الفساد، يسير وفق قانون دقيق لا يتخلف. وفي ذلك إشارة لكل متدبر ومتفكر وعاقل وصاحب لب ذي لب وصاحب عقل سليم، من خلال تدبر في الكون كيعرف بأن هذا الكون الذي يسيره الحق سبحانه وتعالى، هذا الكون الذي يسير وفق قانون الله تبارك وتعالى، إنما سبب صلاحه آت من سير وفق قانون الله، وسبب الفساد الموجود في الأرض إنما هو خروج بسبب خروج عن منهج الله تبارك وتعالى. ولذا لما كنقولوا الإسلام بمعناه العام هو إسلام الأمر لله، وهو دين الأنبياء جميعا من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم مصدر ديال الرسالة ديالهم هو الله، المصدر ديال النبوة ديالهم هو الله. فلا يتصور عقلا، ما كيتصور، لا يتصور عقلا ولا منطقا أن يكون مصدر الرسالة واحد وتختلف الرسالات. رسالة واحدة، مصدر الدين واحد وتختلف ويختلف هذا الدين. دين واحد هو دين التوحيد. هذاك التوحيد شنو معنى؟ شنو معنى التوحيد؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله. كل الأنبياء كلهم دعوا إلى الإسلام، إلى إسلام الأمر لله تبارك وتعالى. نعطيه أمثلة. سيدنا إبراهيم الخليل هو أبو الأنبياء. يقول سيدي ومولاي على سيدنا إبراهيم الخليل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، عن ملة أي دين؟ عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه. يرغب عن، يرغب عنه بمعنى يميل، يعني يتخلى. تقولوا يرغب عن الشيء، ما بغيش، لا أريده، يميل عنه، يبتعد عنه. ورغب في الشيء إذا أراده. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يميل عنها ويبتعد عنها، إلا من سفه نفسه. إنسان سفيه، والسفيه هو الإنسان الذي لا يحسن التصرف لا في الكلام ولا في ولا 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 في العمل. إلا من سفه نفسه، أي على اعتبار أنه كيعبد شي حاجة أخرى من غير الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا. سيدنا إبراهيم الخليل اختاره الله واصطفاه، فهو خليل الرحمن. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة، أي سيدنا إبراهيم الخليل في الآخرة من الصالحين. إذ علاش؟ إذ قال له ربه أسلم. الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا إبراهيم أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وسنرى إن شاء الله لما نتكلم عن مكانة العقل في الإسلام كيف استعمل سيدنا إبراهيم الخليل العقل دياله للوصول إلى الحق بتوفيق من الله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. ثم قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه. سيدنا إبراهيم هو أسلم، ولكن ما بقاش فيه هو هذاك الإسلام، هذاك التوحيد، حتى ولدته. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني. سيدنا إبراهيم وصى ولاده اللي هما إسماعيل وإسحاق، ويعقوب حتى هو وصى ولاده، أو سيدنا إبراهيم وصى ولاده إسماعيل وإسحاق، وولد ولده الحفيد ديالو يعقوب، ولهذا تقرا بجوج قراءة. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أو ويعقوب، أي وصى إبراهيم بنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، أو ويعقوب يا بني، إن الله اصطفى، كيعيط عليهم كيدوي معهم يا بني، في ذلك إشارة إلى الرحمة. يا بني إن الله اصطفى، اختار، إن الله اصطفى لكم الدين، اختاركم الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شنو هو الدين هذا؟ هو دين الإسلام. فلا تموتن إلا وأنتم على دين الإسلام. هذا سيدنا إبراهيم الخليل كيدوي مع ولده سيدنا إسحاق نبي، وكيدوي مع ولده سيدنا إسماعيل نبي، وكيدوي مع ولد سيدنا إسحاق يعقوب وهو نبي. إذن هذه يعني سلالة النبوة، بيت النبوة. ثم بعد ذلك هذا سيدنا إبراهيم وصى وليداته. سيدنا يعقوب اللي هو الحفيد ديال سيدنا إبراهيم تا هو كيوصي وليداته. شكون هما الوليدات ديالو؟ يوسف وإخوته، يوسف وإخوته. اش كيقول لهم؟ وهو كيموت في مصر،
الحق كيوصف لنا هذا المشهد في القرآن الكريم، أم كنتم شهداء، لكم كنتم حاضرين، حاضرين الوفاة ديال يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي في لحظات الاحتضار، حضر يعقوب الموت، الموت حضر سيدنا يعقوب بمعنى في لحظات الاحتضار، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. شنو هو الهم ديال سيدنا يعقوب؟ هو كيموت، الهم ديال وليداته، شنو الهم ديال في وليداته؟ خلي لهم المال ديال الدنيا، داكشي هذاك الأمر هذاك ربي تكفل به، لا، الهم هو أنه يخليهم على التوحيد، وهذه مهمة، وهنا كتبان المهمة ديال الآباء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ تيسولوا أش غتعبدوا من بعدي أنا؟ من الموت شنو هو الإله اللي غتعبدوا؟ وما يردوا 12 الولد سيدنا يوسف وخوته أولادهم، لأن سيدنا يعقوب هو إسرائيل، وسيدنا يوسف وخوته هم بنو إسرائيل، والحفاد ديالو هم الأصباط. شنو الكلام ديالو؟ قالوا نعبد إلهك، الرد ديالهم، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إلهك أنت يا يعقوب وإله آبائك، يعني كاين اللي ما فهمش يقول يوجد الآلهة، لا، إلهك وإله آبائك هو إله واحد، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إبراهيم جده، إسماعيل عمه، وإسحاق باه، والعم أب، إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، هذه تأكيد أنه راه إله واحد، لما قال لهم نعبد إلهك وإله آبائك ماشي جوج راه واحد، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، أي خاضعون مستسلمون موحدون. وسيدنا يوسف نفسه لما انتهت القصة ديالو دخل عليه باه سيدنا يعقوب وخوته في مصر، رفع يديه حمد الله وشكره، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، أي على التوحيد، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا فالأنبياء كلهم من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بدين واحد بعقيدة واحدة، وهي عقيدة التوحيد، أي عقيدة لا إله إلا الله. وإلى هذا المعنى يشير الحق سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.